بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولياء أمور الصف الرابع الابتدائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض المهام الأدائية في مادة التربية الدينية الإسلامية للصف الرابع الابتدائي. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض 5 مهام، ولكن كل تلميذ هيستلم مهمة واحدة فقط، والمهمة عليها 35 درجة، 5 لحضوره، و5 عندما يكتب اسمه، و25 تصحيح المهمة والإجابة عليها. هنبدأ إن شاء الله بالمهمة الأولى. صمم بطاقة تعريفية بالنبي صلى الله عليه وسلم موضحا فيها ما يلي: اسمه صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. مهمته صلى الله عليه وسلم تبليغ الرسالة، التبليغ والتبشير والإنذار وإتمام مكارم الأخلاق. أهم المهن التي عمل بها صلى الله عليه وسلم: عمل في رعي الأغنام والتجارة. نماذج من أقواله صلى الله عليه وسلم. هنختار حديث صغير من اللي علينا السنة دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة. نماذج من أفعاله صلى الله عليه وسلم: الصلاة والحج وصلة الأرحام والأمانة. قيم تعلمتها من سيرته صلى الله عليه وسلم: الصدق، كان صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق. والأمانة، لقب صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. والتسامح، كان صلى الله عليه وسلم متسامحا حتى مع أعدائه صلى الله عليه وسلم. الرحمة، كان رحيما بالفقراء والمساكين. التواضع، كان يساعد أهل بيته صلى الله عليه وسلم. الصبر، تحمل إيذاء الكفار صلى الله عليه وسلم. المهمة الثانية: أنعم الله تعالى عليك بنعم كثيرة، منها حواس السمع والبصر والتذوق والشم واللمس. تخير 3 من هذه الحواس موضحا كيف نشكره سبحانه وتعالى على هذه النعم. اسم الحاسة الأولى ممكن نكتب حاسة السمع، العضو المسؤول عنها طبعا الأذن. كيف نشكره على هذه النعم؟ لا نسمع ما يغضب الله، بل نستمع إلى القرآن الكريم والكلام الطيب. اسم الحاسة الثانية ممكن نكتب البصر، والعضو المسؤول عنها طبعا العين. كيف نشكره على هذه النعمة؟ طبعا نغض أبصارنا، لا ننظر إلى الحرام، ونتأمل بهما في خلق الله لنتوصل لقدرته. اسم الحاسة الثالثة التذوق، والعضو المسؤول عنها اللسان. كيف نشكر الله على هذه النعمة؟ لا نقول بلساننا إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ونبتعد عن القول السيء ونذكر الله. المهمة الثالثة: صمم لوحة إرشادية تحث فيها زملائك على الالتزام بأوقات الصلوات الخمس، على أن تتضمن كل صلاة ووقتها. الجزء الأول من السؤال: صمم لوحة إرشادية تحث فيها زملائك على الالتزام بأوقات الصلوات الخمس. الإجابة عن الجزء الأول: أحب الأعمال إلى الله الصلاة. سئل صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. الجزء الثاني من السؤال: على أن تتضمن كل صلاة ووقتها. صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وهي 2 ركعات. صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن وسط السماء وإلى جهة الغرب إلى وقت العصر وهي 4 ركعات. صلاة العصر من خروج وقت الظهر إلى غروب الشمس وهي 4 ركعات. صلاة المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر وهي 3 ركعات. صلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل وهي 4 ركعات. المهمة الرابعة: للماء أهمية كبيرة في حياة الكائنات الحية، لذا يجب المحافظة عليه بحسن استخدامه. صمم لوحة إرشادية تعرف فيها زملائك بكيفية الوضوء وتنصحهم فيها بأهمية المحافظة على الماء. تذكروا فرائض الوضوء: النية ومحلها القلب، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. لا تسرفوا في الماء ولو كنتم على نهر جار. نقول المهمة الرابعة مرة أخرى: تذكروا فرائض الوضوء: النية ومحلها القلب،
وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب والموالاة. لا تسرفوا في الماء ولو كنتم على نهر جاري. المهمة الخامسة والأخيرة: اتصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة. اكتب موقفا مررت به أو قرأت عنه كان سببا في النجاة والفوز، وقدم نصائح لزملائك. الموقف: قصة قرأتها، كان هناك رجل يعمل خواصا بأوراق النخيل، فدخل عليه رجل مضطرب ويقول له: خبئني خبئني، فإن هناك رجال يريدون قتلي. فقال له: اختبئ تحت هذا السعف. فجاء الرجال وسألوه وأعطوه وصف الرجل، فقال لهم: إنه مختبئ تحت هذا السعف. فظنوا أنه سخر منهم، فذهبوا مسرعين لمكان آخر. فخرج الرجل وقال له: أتريد أن يقتلوني؟ فقال له: ما نجاك إلا الصدق. والنصائح: لا تكذب أبدا، فالصدق ينجي ولو كان الكذب أنجى. كن صادقا في كل أقوالك وأفعالك. بكذا إن شاء الله كن قد انتهينا من المهام الخمسة لمادة التربية الدينية الإسلامية، وانتظرونا إن شاء الله في مادة العلوم والدراسات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.